السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب يكون الجميع بخير. تكمل السكاشن مادة ال HCI، معاكم نوريهان نوري. ان شاء الله النهاردة هناخد 3 حاجات. اول حاجة هناخد ازاي اقدر اضيف انيميشن عندي في برنامج اليونيتي. تاني حاجة هناخد لو حصل كولجن ما بين 2 اوبجكت ازاي اقدر اخفي حاجة واحدة من الاوبجكت بتوعي دول. تالت حاجة عاوزين نعرف برضو ازاي اقدر اضيف تكست عندي في السي. تمام، خلينا كده نبدأ كده ونقول بسم الله. اول حاجة احنا هنشتغل ان شاء الله على اخر حاجة احنا كنا شغالين عليها السكشن اللي فات، الصورة اللي احنا كنا عاملينها اللي هي كانت السماء عندي والجراوند والجبال كمان. خلينا نضيفهم كده الاول. خلينا هنا نيجي في ملف الاسبدات بتاعنا، وبعدين نعمل فولدر نحط فيه الصور، ونقول له كرييت فولدر واسميه عندي image. وخلينا بالمرة كمان نعمل فولدر عشان الكود عندنا، نقول له كليك يمين كرييت فولدر ونسميه سكريبت. تمام، خلينا ندخل في الفولدر بتاع الصور ونضيف الصور بتاعتنا، نقول له هنا كليك يمين امبورت نيو اسيت، ونحدد الصور بتاعتنا كانت الصورة دي، اضغط كنترول وبعدين احدد الصورتين التانيين كمان، وبعدين اقول له امبورت. الصور دي هتلقوها انا حطاها في الديسكريبشن بتاع تسجيل السكشن 1، تلقوه موجود كده في الديسكريبشن لينك بتاع درايف. انا حاطه الصور دي كلها في ملف مضغوط، هتحملوه وبتفكوا الضغط هتلقوا الصور دي كلها عندكم، تقدروا تستخدموها معاكم. طيب خلينا الاول هنا نكبر السايز بتاع الكاميرا بتاعتنا شويه عشان نظبط عليها بقى كده مثلا. تمام، نكبر دي كمان، ماشي كده حلو. تمام، خلينا بقى نضيف عندنا اول حاجة السكاي بتاعتنا دي، خلينا نكبر السكيل بتاعها شوية بحيث ان هو ياخد المساحة بتاعت السين كلها او بتاعت الكاميرا كلها، نعملها موف كده. تمام، خلينا بس، هي طبعا الجزء الزياده ده عادي مفيش مشكله ان انا افضل اسيبه، هو بس كل الحكايه ان هو مش هيظهر عندي في الران بتاعي. خلينا بس نظبطها، نحاول نظبطها مثلا، بعدين نيجي كده. تمام، وبعدين نيجي هنا نضيف جراوند بتاعتي، مش ظاهرة، احنا قلنا عشان نظهرها هنعمل layers ونعمل edit layer وبعدين layers. هنا ده كل الكلام ده اخدناه في السكشن اللي فات. وبعدين عند من اول layer 8 اقدر اضيف عندي، وليكن هنسميه هنا B1. تمام، وخلينا كمان نعمل بتاعة المونتري هنقول B2. يبقى انا كده حجزت layer 8 layer 9 لB1 وB2. تمام، لينا هنا كده نحدد الصورة عندنا اللي هي موجودة هنا اهي، هقول له هنا في الاوردر ان لير احنا كنا حاطينها بكام؟ في 8 عشان تظهر لي. تمام، خلينا بقى نظبط برضو السكيل بتاعها، خلينا نكبر كده مثلا، ماشي، خلينا نعمل لها مو. ماشي، وبعدين ننقل المونتري عندنا برضو مش ظاهرة لانها في اللير اللي ورا، هاجي هنا احنا كنا عاملين حاطينها في لير 9 ظهرت عندنا، هاجي هنا كده خلينا نعمل لها سكيل شوية، يكون هنا كده. خلينا الصور ده خلينا نعمل لها موف، هيكون كده ماشي.
بعدين نعمل كنترول اس، خلينا نشوف الرن الدنيا مظبوطة ولا ايه. في الجزء اللي هو ده كده عندي، فخلينا عشان ما يبقاش ظاهر نكبر السكاي شوية، نعملها سكيل تمام، ونكبر كمان الجراوند مثلا كده، نعملها موف. ده كله بس تظبيط شكل مش اكتر كده. نعمل كنترول اس، خلينا نرن نشوف، انا بس بنكبرها كمان شوية دي السكيل، نمسح كلها. كنترول اس، خلينا نرن تمام. ده كده الشكل اللي عندي ماشي. نيجي بقى الشغل سكشن النهاردة. اول حاجة الانيميشن. يعني ايه اصلا انيميشن؟ بيقول الانيميشن ده عبارة عن صورة متقسمة لسلايس تمام، وكل جزء بحطه في فريم لوحده، وبعد كده انا بعرض الفريمز دي ورا بعضها فيبان الشكل عندي ان هو بيتحرك. يبقى تاني، يبقى الانيميشن معناه ايه؟ هو عبارة عن صور متقسمة لسلايس وكل جزء محطوط في فريم لوحده، والفريم دي انا بعرضها ورا بعضها فيبان الشكل عندي ان هو بيتحرك. وليكن مثلا انا عندي الصورة دي، الصورة دي انا هقسمها لسلايس، كل سلايس في صورة واحدة من دول تمام، وبعدين هحط كل سلايس في فريم، يعني ده يبقى في فريم وده يبقى في فريم وهكذا، وبعد كده هعرض الفريمز دي ورا بعضها، يعني هعرض دي وبعدين دي وبعدين دي بسرعة معينة. فبالسرعة المعينة اللي انا هحددها دي، او هي تبقى في قيمة محددة ليها الديفولت وبعد ممكن انا اغير فيها عادي، بالشكل ده هيبان لي ان في انيميشن او ان البوي ده بيجري تمام. طيب خلينا نشوف بنعمل كده ازاي في البرنامج عندنا. اول حاجة خلينا نحدد الصورة، نعملها امبورت، كليك يمين، وبعدين هقول له امبورت نيو اسيت، نجيب الصورة من هنا كده بوي ران، وبعدين امبورت. الصورة عندي تمام، ركزوا بقى معايا. اول حاجة هحددها من هنا كده، وبعدين عندي في السبريت مود بدل ما هي سنجل هعملها ملتيبل، وبعدين هضغط على اسبريت اديتور، وبعدين ابلاي، ونيجي هنا على دي كده اضغط عليها، ده كله عشان اقسمها لسلايس، وبعدين هضغط على سلايس قسمها لي هنا تحت اهو لكل كل جزء عندي لسلايس تمام. هضغط بره كده وبعدين هقول له ابلاي ماشي، وبعدين اقفل دي كده قسمها لي لسلايس. حتى اما اجي اضغط هنا كده اتقسمت عندي ايه؟ لسلايس ماشي. وبعدين اعمل ايه؟ اخد بقى البوي ران ده اخد اسحبه عندي احطه على الشاشة. خلينا ناخده اسحبه نحطه على الشاشة عندي. بمجرد ما بسحبه بيقول لي كاري، انت بتكريت انيميشن عندك، فانت عايز تسميه ايه؟ وليكن خلينا نسميه بوي ران انيميت مثلا تمام، وبعدين اقول له سيف. برضه هو مظهرش عندي عشان موضوع اللاير، ان هو واخد لاير اقل فهو ورق، فانا هنعمل هنا نيجي على اللايرز وبعدين اديت لاير، وبعدين خلينا نضيفه في لاير 10 وهنسميه بوي هنا ران، تبقى محجوزه ليه. وبعدين هنحدده من هنا كده، والاوردر ان لاير عندي هنخليه ب 10 تمام، ظهر بس صغير. خلينا نكبر السكيل بتاعه من هنا بقى، وليكن خلينا نقول 4 و4 تمام. وبعدين نعمل له موف بحيث ان احنا نحطه على جراوند كده مثلا تمام كده. انا ضفته ماشي. اعمل كنترول اس ورن كده نشوف الدنيا عاملة ازاي. ده كده الانيميشن اتحرك تمام، ان هو بيعرض الفريمز ورا بعضها تمام. نوقف الرن، نلاحظ حاجة، ان انا بمجرد ما عملت ان انا سحبت البوي ران ده بعد ما عملت الخطوات اللي هنا وسحبته، ان انا ضفت انيميشن وعطيت له نيم عندي، كريت معايا حاجتين، الاتنين دول تمام، الاتنين دول تبع الانيميشن. طب ايه هما الاتنين دول؟ اول حاجة دي اسمها انيميتور، وهي دي فيها مجموعة من الستيت اللي بيتنقل ما بينهم الاوبشن
يبقى تاني، يبقى دي كده اسمها انيميتور، وهي فيها مجموعه من الستيت اللي بتنقل بيهم الاوبجكت بتاعي. طيب اللي جنبها دي ايه؟ دي اسمها انيميشن، ودي فيها السلايس اللي انا خزنتها عندي. ماشي، يبقى اي انيميشن انا بعمله بتكريت معاه حاجتين، الانيميتور ويبقى جواه كل الستيت عندي، والانيميشن بيبقى جواه السلايس بتاعتي. ماشي، طيب في حاجه بقى، احنا وليكن احنا كده بنعمل ران، سرعه البوي ده وهو بيجري ليه سرعه معينه، انا ممكن احددها وممكن اسيبها كده. طيب انا عايزه احددها، احددها ازاي؟ خلينا نوقف الران الاول، هنضغط دبل كليك على الانيميشن، هيجي لي الويندو دي، في عندي كده تحت الاكس دي كده تحتها تلات نقط، اضغط عليها واضغط على شو سامبل ريت، هضغط عليها. انا عامله عليها سيلكت كات لان انا كنت محددها قبل كده، فهي كده هتبقى عندكم شكلها الطبيعي هيبقى كده. هعمل عليها سيلكت، انا اضغط عليها، بمجرد ما اضغط عليها هاجي هنا هلقى حاجه اسمها سامبلز ومكتوب جنبها رقم 12. سامبلز دي اللي هو يعني ايه اصلا؟ سامبل ريت ده عباره عن سرعه الحركه بتاعه الاوبجكت بتاعتي، او بمعنى تاني سرعه التنقل ما بين الفريم وبعضها. طيب هي الوقت 12، طيب نكبرها نعليها شويه، لما احنا نعليها شويه الولد هيبان ان هو بيجري اسرع. طيب خليها مثلا 25، بعدين نضغط هنا كده ضغطه بره، ونقفل عندنا الويندو دي، ونعمل كنترول اس، وخلينا نرن. بقى بيجري بطريقه اسرع، تمام. طيب خلينا بقى نرجعها تاني زي ما كانت، خليها 12، وبعدين نتاكد ان الدنيا تمام. رن عندنا تمام، رجع للسرعه بتاعته الاصليه. ماشي، طيب احنا دلوقتي خلاص عرفنا نعمل ازاي انيميشن. انا لو عايزه البوي ده يبقى في وضع استعداد شويه وفي وضع الجري شويه، هعمل ايه؟ يعني انا معناه ان انا عايزه اضيف اتنين انيميشن في نفس الوقت، تمام. هضيفهم ازاي؟ اول حاجه انا هضيف الاتنين انيميشن بنفس الخطوات زي بعض بالظبط. طيب احنا ضفنا واحد اللي هو الاولاني ده اساسا عندنا، طيب نضيف التاني. هضيف الاول الصوره بتاعته، اقول له كليك يمين، وبعدين امبورت نيو اسيت، ونحدد الصوره عندنا لينا صوره هنا بوي ايدل، وبعدين اقول له امبورت، تمام. هعمل لها نفس الخطوات اللي عملتها للبوي ران عندي في ان انا اعمل له انيميشن. هاجي هنا للسبريت مود، هضغط مالتيبل، وبعدين سبريت اديتور، هعمل ابلاي، وبعدين هنا هاجي على دي هضغط سلايس، قسمها لي اهو، وبعدين هضغط ابلاي، اعمل اكس عندي، وبعدين هاجي هنا اسحب البوي ايدل ده احطه هنا، هيقول لي عايز اضيف له انيميشن، هقول له ايوه بس هسميه بوي ايدل انيميت، تمام. وبعدين هقول له سيف، طبعا هي مش ظاهره عندي برضو عشان اللاير، هنيجي هنا كده في اللايرز، اقول له اديت لاير، ونضيفه مثلا في 11، هقول له هنا بوي ايدل، وبعدين خلينا نعمله بقى هنا كده، هنا كان رقم 11 ظهر عندي، خلينا نديله نفس السكيل بتاع البوي ران، 4 4، تمام. وخلينا نعمل له موف بحيث ان هو يبقى في نفس المكان هنا كده، ماشي، او خلينا ننقله بس هنا كده الاول بعيد، وبعدين نرن نشوف الدنيا فيها ايه، وبعدين نضيفهم على بعض. خلينا نرن، يبقى ده ضفت اتنين انيميشن، الانيميشن الاولاني ان هو في وضع الجري عندي، الانيميشن التاني في وضع الاستعداد، تمام. طب لو انا عايزه بقى اخليه احطهم يبقوا حاجه، يبقوا شكل واحد، او يبقى قدامي بس ولد واحد بس، ويكون شويه في وضع الاستعداد وشويه في وضع الجري، هعمل كده ازاي؟ خلينا نوقف بس الرن الاول، وخلينا ننقل ده كده هنا، تمام. خلينا اي حاجه، خلينا نظبط شكل الرجل وخلاص. ماشي، هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحذف عندي البوي ايدل ده من السين عندي،
هضغط اعمل عليه سيلكت هنا واضغط عليه ديليت. تمام. وبعدين هنيجي على الانيميتور بتاع البوي ران ده. تمام. نضغط عليه دبل كليك هيظهر لي هنا. احنا قلنا الانيميتور ده بتاعي عبارة عن مجموعة من الست اللي بتنقل بينهم الاوبجكت عندي. هضيف بقى الانيميشن بتاع البوي ايدل فيه. الانيميشن بتاع البوي ايدل هنا اهو ده كده هاخده دراج ودروب احطه هنا. تمام. ظبطه هنا كده ماشي. انا عاوزه شوية في وضع الاستعداد وشوية عندي في وضع الجري. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا نقف على دي كده يمين وبعدين ميك ترانزيشن اضغط عليها واجي هنا كده اضغط ضغط. تمام. يبقى انا كده حولته من وضع الجري عندي لوضع الاستعداد. طب عايزين العكس كمان. هنيجي هنا في يمين ميك ترانزيشن وبعدين نضغط ضغطه هنا يبقى هنا بوضع الاستعداد لايه؟ لوضع الجري. ماشي. وبعدين نيجي للسين هنا كده نعمل كنترول اس ونرن. هو كده شوية بيجري وشوية في وضع الاستعداد. تمام. يبقى احنا عملنا ايه؟ اول حاجة ضفنا الاتنين انيميشن عندنا في السين وبعدين شلنا البوي ايدل ده من السين بتاعتي وبعدين فتحت عند الانيميتور بتاع البوي ران وضفت فيه او ضفت جواه البوي ايدل الانيميشن بتاع البوي ايدل. تمام. ضفته جواه وبعدين ضغطت على البوي ران عندي كليك يمين ميك ترانزيشن ووصلته للبوي ايدل والعكس. ماشي. ده كده عشان اخليه في وضع شويه في وضع الاستعداد وشويه في وضع الجري عندنا. تمام. عايزين نعرف ايه كمان؟ عايزين نقدر نتحكم في الجري والوقوف بتاع الولد. ماشي. هنعمل ايه؟ اول حاجه هفتح الانيميتور بتاع البويرن هو اساسا مفتوح عندي هنا اهو. تمام. هنضيف بارامتر عندنا. هنحدد هنا البارامتر. انتوا عندكم هتبقى اول حاجه تبقى معموله اللايرز. هنضغط على بارامترز وبعدين نضيف عندي متغير. تمام. هنضيفه نوعه ايه؟ نوعه بول ونسميه وليكن نسميه ازران مثلا. تمام. وبعدين نيجي هنا على السهم ده. السهم ده راي بيتحرك ازاي؟ من كان الولد في وضع الجري وبعدين بقى في وضع الاستعداد او انا بنقله من وضع الجري لوضع الاستعداد. هنيجي هنا كده عند الانسبكتور انزل تحت شويه هلا حاجه اسمها كونديشنز. تمام. هضغط على بلس هيضيف لي المتغير اللي انا عملته اللي هو ازران. طيب ازران ده متغير ده هو بيبقى اما يكون عندي احنا قلنا بياخد قيمه بول يعني لا اما ترو او فولس. لما يكون عندي بتحرك من وضع الجري لوضع الاستعداد يبقى ازران دي قيمتها المفروض تبقى فولس لان هو مش هيجري. تمام. يبقى هغير قيمتها هنا خليها فولس عندي. تمام. يبقى احنا حددنا دي كده وضفنا عندي في الكونديشن ضفنا المتغير اللي احنا عملناه ازران واديته قيمه فولس لان هو عندي بقى في وضع او السهم عندي رايح لوضع الاستعداد مش وضع الجري فالازران دي المفروض تبقى فولس. هنيجي هنا السهم الثاني هنيجي برضو عند الانسبكتور. تمام. في عند الكونديشن نضيف ازران عندنا وبعدين هنسيبها ترو. طب ليه هنسيبها ترو؟ لان هو كان في وضع الاستعداد ورايح لوضع الران عندي. ماشي. تمام. كده انا عامل ازران دي مش هعطلها قيمه يبقى هي كده عندي بفولس. يعني المفروض لو رنيت هنا كده خلينا نعمل كنترول اس لو رنيت هنا كده يبقى هو يفضل في وضع الاستعداد على طول في وضع الاستعداد على طول لان انا عامله الانيميتور بتاعي هنا مفيش عليه سيلكت يعني قيمته بفولس عندي. تمام. طيب خلينا نعمل عليه سيلكت كده يبقى قيمته كده بترو يبقى ازران انا عاطله قيمه ترو يبقى ترو معناه ان هو ايه حتى هو محدد لي هنا. هشيل هنا دي كده هنا محدد لي ان هو البوي ايدل ده هيتحرك من بوي ايدل لايه لبوي ران. تمام. خلينا بقى نعمل عليه سيلكت خلينا نعمل السين عندنا يبقى هو كده في وضع الجري. هشيل السيلكت واروح عند السين في وضع الاستعداد وهكذا. تمام. خلينا نوقف ران بتاعنا ونخليه على طول مثلا في وضع الجري بتاعنا. ماشي. يبقى نخليها نرن يبقى هو كده عندنا في وضع الجري. ماشي. طيب احنا خلاص عرفنا ازاي نضيف انيميشن. انا بقى عايزه احرك البوي ده عايزه اقدر احركه بالكيبورد الكيبورد عندنا. تمام. يمين شمال فوق وتحت وهكذا نفس الحاجات اللي انا عملتها
للصوره في السكشن اللي فات هعملها هنا بالظبط للبوي ده، تمام؟ مع ان هو انيميشن بس عادي، اوبجكت زيه زي الصوره بالظبط، هعمل عليه نفس الحاجه. طيب اول حاجه خلينا نعمل ايه، كنا بنعمل ايه، احدد الاول البوي ران ده واضيف له عندي كومبوننت ريجيد بودي 2 دي، تمام؟ اول حاجه ماشي، خلينا نرن كده. هلا الولد بيقع، احنا عاوزين ايه بقى؟ عشان كنا بنتحكم ازاي في حته ان احنا ما هنخلوش يقع، كنا بنحط بوكس كلايدر صح؟ خلينا نضيف له الاول هو هنا ده ايه؟ احنا نحدد هنا ده، خلينا نحدد ده الاول، خلينا نضيف هنا كده بوكس كلايدر 2 دي البوي، تمام؟ وبعدين انا عاوز اعمل ايه كمان؟ عايزه اضيف بوكس كلايدر للجراوند، واضيف هنا احط هنا اعمل جيم اوبجكت واحطه واضيف له بوكس كلايدر واحطه هنا على الليفت وعلى الرايت وعلى الاب كمان، تمام؟ يبقى خلينا نحدد الاول الجراوند بتاعتي دي ونضيف لها بوكس كلايدر، ماشي؟ اضاف لي بوكس كلايدر، بس لو ملاحظين كده يعني الحدود بتاعتي بتاع البوكس كلايدر من اول هنا كده، انا عايزه انزلها تحت شويه، يعني لو سبتها هنا كده ورنيت البوي ده هيطلع فوق، لان البوي ده متضاف له بوكس كلايدر، فاحنا قلنا ما يحصل كوليجن عندي بيقف، فهو اساسا تحت هنا كده فهلقاه طلع فوق. طب خلينا نشوف كده، نعمل كنترول اس، خلينا نشوف. الولد طلع فوق، تمام؟ طلع فوق اللي هو اخر حته كانت موجوده للبوكس كلايدر. انا عاوزه بقى انزل بوكس كلايدر ده يبقى تحت كده عشان الولد ما يطلعش الطلعه دي. خلينا نوقف الرن، وبعدين هنيجي عندي في الجراوند، عندي في البوكس كلايدر دي في حاجه اسمها ايديت كلايدر، الحاجه اللي جنبها دي اضغط عليها، تمام؟ هقدر بقى وقتها ان انا احدد ان اصغر عندي البوكس كلايدر بتاعي، خلينا ايه نحطه بحيث ان هو يبقى بالظبط عند الايه، عند رجل الولد، تمام؟ هنا كده ماشي. خلينا نرن نشوف مظبوطه ولا ايه. تمام كده مظبوطه ماشي. وبعدين هنعمل ايه، هنضيف 3 جيم اوبجكت والثلاثه نضيف لهم بوكس كلايدر، واحد نحطه على الليفت وواحد نحطه على الرايت وواحد نحطه على الاب. هنيجي هنا في الهيرولوجي وبعدين كليك يمين وبعدين هقول له كرييت امبتي، تمام؟ وليكن خلينا نسميه اب مثلا، ماشي؟ وبعدين سلكت عليه ونضيف له عندي اد كومبوننت، خلينا نضيف عليه بوكس كلايدر 2 دي، تمام؟ وبعدين خلينا نعمل له سكيل عندنا، نكبره بحيث ان هو ياخد العرض كله، تمام؟ وبعدين نعمل له موف، نقله هنا كده ماشي. وبعدين نضيف كمان كرييت امبتي ونخلي نسميها ليفت، نحددها وبعدين نضيف عليها بوكس كلايدر، دي نفس الحاجات اللي احنا عملناها السكشن اللي فات. وبعدين خلينا نعمل لها سكيل بحيث ان هي تبقى من كله، وبعدين نعمل لها موف ننقلها هنا كده، تمام؟ وبعدين ناخد منها نسخة عشان نحطها كنترول سي كنترول بي عشان نحطها في الرايت عندي واسميها رايت، ممكن اسمي الجيم اوبجكت عندي من هنا او من هنا، تمام؟ نسميه رايت ماشي. وبعدين نعمل هنا كده وناخده ننقله عندنا في الرايت، تمام؟ يبقى انا كده ضفت بوكس كلايدر على الاب عندي وعند الليفت، تمام؟ وعند الرايت، وكمان في الارض في الارضيه عندي كمان ضفت بوكس كلايدر عشان الولد الجاذبيه بتاعته ما يقعش منه، تمام؟ ماشي. خلينا نعمل كنترول اس،
ما احنا كنا بنعمل ايه كمان عشان نخليه بعد ده كله، عشان انا اخليه لما يصطدم ما يطلعش بره السين بتاعتي. يعني انا كل اللي بعمله ده دلوقتي، كل البوكس كلايدر اللي عملتها دي، عشان لما احرك البوي ما يطلعش بره السين. لما يعني احنا عايزين بقى نحركه نعمل ايه؟ نضيف عندي سكريبت، خلينا هنا نروح الفولدر اللي هو اسمه سكريبت، تمام، وبعدين كليك يمين واقول له كرييت، وبعدين سي شارب سكريبت، وليكن مثلا نسميها بوي موف مثلا، تمام، بره ماشي. وبعدين خلينا كده من دلوقتي نسحب السكريبت ده عندي واحطه على البوي ران عشان ما انساش. يجي هنا كده وبعدين نسحبه ونحطه على البوي ران. عشان اتاكد ان هو اتسحب هضغط على البوي ران عندي، وبعدين هنيجي هنا عند الانسبكتور، هننزل كده تحت شويه، المفروض نلقى عندي اسم السكريبت عندي بوي موف اهو، ماشي تمام. خلينا نفتحه بقى ونكتب الكود بتاعته. تمام، نيجي هنا بقى نضيف الكود عندنا، نفس الكود بالظبط اللي كنت عامله على الصورة المرة اللي فاتت هنعمله هنا برضه. تمام، خلينا اول حاجة كنا بنعمل اوبجكت عندي من الريجيد بودي 2 دي، هقول له برايفت، ريجيد بودي 2 دي ونسميها ريج، تمام، سيميكولون، وبعدين هنعمل انت سبيد تساوي 40 يكون ماشي، وبعدين انت جمب هتساوي 60، تمام. الستارت مش هنعمل فيها حاجة، احنا شغلنا في الابديت، لان انا عايز الحاجة دي تحصل كل ما اللعبة شغالة، اما الستارت دي بتحصل بس بمجرد اول ما اللعبة تفتح وبعد كده خلاص ما عادش بتحصل. خلينا في الابديت، هنعمل عندي اقول له ريج هتساوي جيت كومبوننت ريجيد بودي 2 دي، وبعدين هنا كده قلنا دي كده عشان يحط الخصائص بتاعة البوي عندي اللي هي اللي موجودة في ريجيد بودي 2 دي، هيحطها في الاوبجكت بتاعي اللي اسمه ريج، تمام. بعدين نعمل المتغير عندي انت اكس هتساوي 0 وانت واي هيساوي 0 برضو، تمام. وبعدين خلينا نعمل اف ويلز، هنقول له اف، كل الكلام ده اخدناه السكشن اللي فات، اف وبعدين انبوت عندي لو الانبوت اللي دخل لك دوت جيت كي كان عبارة عن رايت هتعمل ايه كده، اقول له خلي الاكس دي بتساوي السبيد، تمام، سيمبل. وبعدين else if لو الانبوت دوت جيت كي عندك كان ليفت نعمل ايه؟ هقول له الاكس عندي بتساوي سالب لسبي، وبعدين نيجي هنا كده خلينا ننزل شويه عشان صار عندي، تمام. وبعدين هنقول له اكس اف لو كان الانبوت بتاعك دوت جيت كي عندي اب، نيجي هنا كده نخلي الواي بتساوي الجمب عندك، واخر حالة عندنا اللي هي الالس هنخلي الواي بتساوي سالب الجمب، تمام.
تمام سمكل ماشي. وبعدين نضيف قوة الحركة بتاعتي اللي هو الرج دوت اد فورس عندي. وبعدين هقول له نيو فيكتور ونحط الاكس والواي بتاعه تمام. وبعدين سيميكول ماشي. خلي بالنا هنا وعامل استر كده برضو دي لسه ما اتحفظتش فاقول له كنترول اس عندي. وبعدين نيجي عندنا في اليونيتي نصبر بقى عليه شويه حد بس عشان يسمع يعني الحاجه اللي كتبت هناك. سمعت وكتبت هنا اهي تمام. خلينا برضو هنا نعمل كده كنترول اس وبعدين نعمل رن كده. اقدر احرك الولد عندي بالايه بالكيبورد تمام. هنا بيخبط في البوكس كلايدر اللي هنا كده في الجيم اوبجكت اللي مضيف له بوكس كلايدر ومش هيقدر عندي تمام. برضو فوق وهكذا وما بيوقعش. وهنا كده برضو بيخبط فيه عندي ومش بيعدي. طيب نلاحظ حاجة ان الولد بيجري كده اما بضغط يمين بيجري خلاص تمام يمين. بضغط شمال عندي او ليفت تمام الولد بيرجع بظهره. انا مش عاوزاه كده. انا عاوزة لما اضغط ليفت يلف وشه ويجري اتجاه الليفت عندي ما يرجع ليش بظهره كده. كده مش باينة ان هي واقعية اساسا. طيب اعمل دي ازاي؟ خلينا نوقف الرن. دي بتعمل ازاي في السكيل؟ خلينا كده نحدد البوي ران عندنا. انا هنا كده حطت السكيل 4 4 1 تمام. لو انا حطيت السكيل دي في الاكس عندي سالب 4 الولد هيلف وشه. طيب ما انا كده لو رنيت هيفضل هو برضو وشه جهة الليفت وهاجي اضغط على الرايت هيرجع بظهره. طيب اعملها ازاي؟ دي هنعملها في الكود عندنا. نرجع دي 4 زي ما كانت تمام. وبعدين هنيجي في الكود. انا عايز اوصل للسكيل دي عندي في الكود. اوصلها ازاي؟ هقول له ترانسفورم دوت لوكال سكيل عندي تمام. فدي وقتها بوصل عندي السكيل بتاعت البوت. خلينا كده في الكود عندنا هنا. طيب انا هكتب الحاجه دي فين؟ انا عايزه لما اضغط ليفت ان انا اضغط على البطن او الزرار اللي عندي في الليفت عندي اضغط عليه الولد يلف وشه يبقى اتجاه الليفت. فاجي هنا في الاف الس دي كده تمام. هو هنا بيخلي الاكس بتساوي سالب سبيد. وكمان هتعمل حاجه كمان هعمل ايه؟ هقول له ترانسفورم دوت لوكال سبيس سكيل سوري دوت لوكال سكيل عندي هتساوي نيو فيكتور 3 تمام. اللي هما بقى الاكس والواي والزد. طيب الواي والزد هيفضلوا ثابتين. طب الاكس هخليها ايه؟ هخليها في سالب 4 سالب 4 كوما 4 كوما 1 تمام. يبقى كده عندي انا غيرت دي ماشي. خلينا نعمل سيمي كولون عندنا نعمل كنترول اس ونيجي في عندي ماشي. نيجي هنا كده نرن تمام. هاجي همشي هنا كده يمين هيمشي. هاجي امشي شمال بيلف تمام حلو. هاجي ارجع يمين تاني بيرجع بظهره. طب ليه؟ لان هو خلاص هو فضل على الوضعيه دي ما اتغيرهاش. فانا عشان اخليه برضو لما يرجع يمين تاني يفضل يخلي يرجع وشه تاني جهه اليمين هكتب برضو نفس الكود عندي بس في الرايت. بس طبعا اخليه ايه 4 4 1. يعني هاجي هنا كده عند الرايت عندي هقول له ترانسفورم دوت لوك سكيل هتساوي نيو فيكتور 3 وخلينا نقول 4 4 1 سمبل. يبقى كده معناه ان هو لما هضغط يمين عندي الزرار بتاع اليمين هيخلي الاكس عندي بالسبيد تمام. ويخلي كمان اللوكال سكيل بتاعتي ب 4 4 1 تمام. يعني وشه جهة اليمين. طب لو ضغطت ليفت عندي يخلي الاكس بسالب سبيد ويخلي اللوكال سكيل بتاعي سالب 4 4 1 يعني وشه جهة الشمال. كنترول اس ونروح هنا ماشي. وبعدين نرن نيجي هنا كده نمشي ماشي نرجع
ليفت عندي وشه كهادي رايت هكذا. تمام، يبقى هنا كده ظبطت عندي الاتجاه بتاعه. يبقى كده عندنا دي اول حاجه معانا، تمام، اللي هي الانيميشن. طيب تاني حاجه بقى، انا عايزه لما يحصل عندي كوليجن ما بين اتنين اوبجكت اخفي واحد منهم. طيب هعمل كده ازاي؟ خلينا الاول نحدد احنا هنضيف اوبجكت ايه تاني. اول اوبجكت عندنا هيبقى البوي ده. تاني حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل كوين كده. تمام، نضيف كوين، وكل لما البوي ده يخبط في كوين عندي او يحصل كوليجن مع كوين، الكوين دي تختفي زي اي في لعب كتير عندنا اللي هو لما اكل الكوين خلاص الكوين بتختفي عندي والسكور بتاعي بيزيد. طيب خلينا الاول نشوف هنضيف الكوين ازاي. نيجي عندنا في الفولدر اللي هو ايمج، تمام، من تحت شويه كده، وبعدين نضيف الصوره بتاعتي بتاعت الكوين. الصوره بتاعت الكوين عندنا اللي هي دي، تمام، خلينا نفتحها كده. دي فيها اشكال كتير جدا، احنا عايزين بس الشكل ده، او في ناس ممكن تحب تاخد دي اي شكل يعني، المهم احنا هنستخدم الشكل ده. عايزين ناخد الشكل ده بس، هو موجود في الصورة من ضمن حاجات كتير. انا هاخده ازاي؟ هعمل نفس الخطوات اللي كنت بعملها على الانيميشن عندي، بس مش هضيف الصورة عندي للسين. انا هعمل نفس الخطوات بس، بحيث ان انا اقسم كل الحتت دي كده لسلايس، وبعدين اخد ده كده بس والباقي مش عارف. تمام، خلينا كده نيجي هنا هنضيف الاول الصورة كليك يمين، وبعدين اقول له بورت نيو اسيت، نضيف الصورة عندنا. نيجي كده اهي، وبعدين اقول له امبورت. تمام، موجودة عندي هنا، اعمل لها نفس الخطوات عشان اقسمها بس لسلايس. هنيجي هنا سبرايت مود، اخليها مالتيبل، وبعدين سبرايت اديتور وابلاي، وبعدين هنا كده واضغط سلايس اقسمها لسلايس عندي. تمام، وبعدين هضغط ابلاي، ماشي، واقفل الويندو دي. هاجي هنا كده اضغط على دي وانزل تحت كده، هل اقسم لي كل حاجه عندي؟ تمام، انا عاوزه ايه؟ انا عاوزه اخد بس الكوين دي كده بس، مش هاخد حاجه تانية. ايش هاخدها ازاي؟ هاخدها دراج ودروب هنا كده. طبعا ما اتضافتش عندي، هي متضافه عندي بس ورا، فانا عشان اخليها تظهر هنظبط اللاير. اديت لاير، نخليها وليكن في لاير 12 ونسميه مثلا هنا كوين، نحط كوين، نحجز له كوين. تمام، وبعدين نيجي على دي كده ونخلي الاوردر ان لاير عندي 12. ظهرت عندنا بس صغيره، خلينا نكبر السكيل بتاعها، نخليه 3 مثلا. تمام، ممكن نخليها 4 عشان حاسه صغيره اكتر، خلينا 4. تمام، كبرت شويه اهي، ماشي الحال. يبقى احنا كده ضفنا عندنا الكوين، خلينا بس نقفل دي كده عشان اوصل لها. انا بضغط على دي بلقى عندي كل الحاجات اللي قسمها لي، باخدها اقفلها بقى عشان مش عاوزين كده حاجه خلاص من دي. تمام، يبقى انا ضفت عندي الكوين دي. خلينا نغير اسمها، احنا كنا غادي نغير من هنا المره دي ونسميه كوين. تمام، خلينا نضيف اكتر من كوين. هعمل ايه؟ انا واقف عليها اهو، كنترول سي كنترول في كتير، خلينا نعمل منها مثلا 5 كمان. دي كنترول سي كنترول في، ماشي، عملنا 5 والخمسة فوق بعض. خلينا ننقلهم بقى لاماكن مختلفة، وليكن هنا كده مثلا وهنا كده كده. ادي الستة اللي انا عملته. تمام، ادي الستة بتوعي، ماشي. خلينا عشان دي كده شكلها كبير قوي، هنعمل ايه؟ نضيف عندي كليك يمين، اقول له كرييت امبتي واسميه مثلا كوين. عندي، تمام، ونضيف فيه كل الكوين دي، اخدها بس اضغط عليها واخدها اسحبها احطها عندي الكوين. تمام، اخدها اسحبها احطها عندي الكوين هكذا، نضيفهم كلهم عندنا. تمام، بحيث ان انا اقدر اصغر دي كده، يبقى ايه الشكل اللي هنا كده عندي ما يبقاش كبير قوي ويلخبط، ماشي. تمام، خلينا نصغر دي كده ونعمل عندي كنترول اس، خلينا نرن.
دلوقتي هو هيعدي من قدامهم مش هيحصل اي حاجه. ليه؟ لان انا مش هتقسم بوكس كلايدر عليهم ولا حاطط اي حاجه عشان يحصل عندي الكوليجن. يعني هما دلوقتي بالنسبه له مفيش خالص. ماشي نوقف. وبعدين هنعمل ايه؟ نضيف عليهم البوكس كلايدر. خلينا نحددهم كلهم. اضغط على الاولى مثلا وبعدين كنترول، وانا ضغطه كنترول احدد الباقي كله تمام عشان نضيفه مره واحده بدل ما نحدد واحده بواحده ناخد وقت كتير. هنا كده وبعدين هاجي هنا هقول له اد كومبوننت. اقدر اضيف بوكس كلايدر 2 دي عادي، بس هي شكلها شكل الكوين دي شكلها ايه؟ شكلها دايره. فاحنا قلنا المره اللي فاتت نقدر في حاجه كمان بديله من البوكس كلايدر زيها بس على الشكل الايه الدائري، هقول له سيركل كلايدر 2 دي. تمام كده ان انا عندي اضافت عندنا. ماشي خلينا خلاص كده اللي وبعدين هقول له كنترول اس وخلينا نرن. يبقى هو كده عايزين بس نتاكد ان هو حصل هيحصل عندي كوليجن ويخبط فيه عندي. هاجي كده هنا طبعا هو ما خبطش في اللي فوقها دي لانه حتى ما طلعش لانه يعني هي اعلى منه فما حصلش لسه تصادم. هاجي هنا في اللي قدام دي اهو نلاحظ حاجه ان الولد بصوا بيتقلب يعني بيبوظ مني خالص يعني تمام وبقى يعني حالته صعبه. طب انا بقى مش عايزه ده يحصل، ما ينفعش طبعا ده يحصل خالص. عم اظبط الدنيا دي كده ازاي؟ نوقف الران عندي وبعدين احدد البوي ران وبعدين هاجي هنا في الريجيد بودي 2 دي تمام. في حاجه اسمها كونسترينت هنا هضغط سيلكت عندي على الزد دي تمام، ده عشان يوقف عندي ان هو يتقلب ويحصل له اللي شفناه ده. ماشي خلينا نقول كنترول اس ونرن نشوف هيتقلب برضو ولا لا. هنا كده لما يخبط اهو مش هيتقلب اي. ماشي كده على طول ثابت، حتى لو طلعت فوق مفيش احتماليه خالص ان هو يتقلب. ماشي كده ظبطنا عندي ان هو ما يقعش. ماشي احنا كده كل اللي عملناه احنا ضفنا الكوين وضفنا لها سيركل كلايدر عشان يحصل عند الكلش. يعني ده كله احنا ما عملناش ان هو لما يخبط في الكوين الكوين تختفي. انا هعمل ده في الكود، بس قبل ما اعمله في الكود انا عايزه طبعا عشان اقول له لما يخبط في الكوين دي اخفي الكوين. انا هوصل للكوين اساسا ازاي في الكود عندي؟ يبقى لازم القى وسيله اعرف اكتبها في الكود تمام توصلني للكوين دي. هنعمل ايه؟ هنحدد الكوين بتاعتنا كلها ونديهم كلهم تاج معين اسم معين تمام. التاج ده بالاسم ده هقدر اوصل لهم عندي في الكود. فخلينا الاول نضيف تاج تمام، هقول له لايرز عندي وبعدين اديت لاير عشان اضيف تاج عندي تمام. هيطلع فوق هنا كده في حاجه اسمها تاج وبعدين هضغط بلس واسمي التاج بتاعي وليكن اسميه التارجت تمام. وبعدين اقول له سيف. كده انا عملت تاج اسمه تارجت. هنضيفه بقى لايه؟ للكوين بتاعتنا. حدد عندنا كل الكوين ترول وبعدين نيجي هنا في حاجه تاج اهي دي كده دي كلها دي الانسبكتور دي الخصائص بتاعه الايه الكوين دي اللي عندنا. هنيجي هنا عند التاج نضغط عليه هنلقى التارجت عند اللي انا لسه ضايفه هضغط عليه. يبقى كده هم كلهم ليهم تاج اسمه تارجت تمام عشان اقدر اوصل لهم في الكود عندي. ماشي هنعمل ايه بقى؟ احنا كده خلصنا دي الحته الجزء ده كده. نيجي بقى على نعمل كنترول اس كده بس الاول تمام وبعدين نيجي عندنا في الكود. ماشي عشان اعمل بقى حتة ان هو يحصل عندي الكوليجن يخفي الكوين. خلينا ايه كده شوية صور بقى دي شوية تمام. هنطلع هنكتب ميثود عندنا بس برا الابديت، يعني هطلع برا الابديت بتاعتي دي واكتب ميثود عندي اعمل ميثود عندي تمام. الميثود دي اسمها اون كوليجن. هكتب اون كوليجن عندي هلقاها هنا اسمها اون كوليجن انتر تو دي. هضغط عليها هيكريت لي الميثود دي تمام. ده يعني لما يحصل عندي كوليجن 2 دي. ماشي هيعمل هقول له ايه بقى؟ هقول له اف وبعدين هقول له كوليجن دوت جيم اوبجكت دوت تاج بتساوي التارجت ولازم طبعا بنفس الكلمه اللي كاتباها هناك اكتبها هنا
لو حرف كابيتال او سمول لا الدنيا هتتلخبط عندي، لازم بالظبط تارجت زي ما انا كاتباها هناك تتكتب هنا. هيحصل ايه؟ اعمل الاتي. خلينا الاول هنا بقول له اف، لو الجيم اوبجكت بتاعك عمل كوليجن مع تاج القيمه بتاعتها كانت تارجت اعمل اللي انا هقولك عليه دلوقتي. تمام. طب هيعمل ايه؟ هقول له ديستروي اخفي الكوليجن دوت جيم اوبجكت، اخفي الحاجه اللي اتعامل معاها الكوليجن دي اللي هي الكوين يعني. تمام. يبقى تاني انا عملت ميثود اسمها اون كوليجن عندي، قلت له فيها لو الجيم اوبجكت بتاعك اللي هو البوي بتاعي يعني، لو البوي ده حصل كوليجن مع تاج القيمه بتاعته كانت تارجت، تمام، هتعمل ايه؟ هتخفي الحاجه اللي اتخبطت في البوي ده. ماشي. خلينا نعمل كنترول اس وبعدين نروح عندنا. ماشي. هو بس لما يسمع الحاجه عندي. تمام. خلينا نرن كده. اخبط عندي في الكوين دي بتختفي. تمام. حصل كوليجن معاها فبيختفي. خلي بالنا اللي فوق دي انا لسه ما مش لمساها عشان تختفي. هاجي هنا كده، هاجي هنا كده عشان المس دي، نطه فوق كده شويه، ودي نطه فوق برده بتختفي، ودي نطه فوق كمان بتختفي. تمام. ماشي. خلينا بس ايه نعلي دي شويه كده، خليها عاليه شويه وليكن، ولا خليها تحت عشان ما يخبط فيها. ماشي. كنترول اس. تمام. يبقى انا عندي في الكود هنا كده بقول له لما يحصل عندي كوليجن مع حاجه التاج بتاعها قيمته التارجت اخفي الحاجه دي. طيب لو انا قلت له هنا شلت الكوليجن دي خالص وقلت له دستروي جيم اوبجكت، دستروي جيم اوبجكت يعني اخفي البوي، ما هو جيم اوبجكت ده هنا المقصود بيه البوي، يبقى انا كده معناه ان انت لو خبطت في حاجه التاج بتاعها بتساوي قيمته التارجت اخفي البوي نفسه. طب خلينا نشوف كده. ربنا يسهل عليا، انا هو بيحتاج صبر شويه ما يسمع الحاجه. خلينا نرن. هنيجي كده نخبط في اول كوين مثلا الولد اختفى. تمام. طب دي انا بستفاد منها في ايه؟ بحيث يعني لو حطينا مثلا زومبي هنا كده والزومبي خبط في الولد فاحنا نخفي الولد عندنا. تمام. ماشي. خلينا بقى نرجع الدنيا زي ما كانت. هنعمل كنترول زد وبعدين اقول له كنترول اس. تمام. ماشي برضو. تمام. خلينا نتاكد الدنيا شغاله قبل ما نكمل. هنيجي هنا نخبط. اختفت 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 اختفت. انا طبعا مش طايلاها، انط شويه هنا كده اعمل جنب شويه. تمام. يبقى دي تاني حاجة كانت معانا اللي هو لو حصل كوليجن ما بين اتنين اوبجكت عندي اللي هما البوي والكوين يخفي حاجة منهم اللي هي الكوين عندنا. ماشي. تالت حاجة بقى معانا في السكشن، ازاي اضيف تكست عندي. تمام. في السين بتاعتي. تمام. بحيث ان انا لو عايزة مثلا اضيف تكست هنا واسميه سكور واخلي السكور ده بقيمة برقم يعني في الاول بيبقى زيرو خالص، وكل لما البوي ده يخبط في كوين عندي السكور بتاعتي دي تزيد بمقدار مثلا 5 10 1 اي حاجة انا عايزها. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنيجي هنا عندنا نصور دي بقى كده، اقول له كليك يمين وبعدين اضغط على يو اي وبعدين هضغط على تكست. تمام. اضافت لي التكست بتاعتي. هضغط على تكست دي مرتين. هل التكست دي بره خالص السين بتاعتي؟ السين بتاعتي هنا كده والتكست هنا بره. هل اتكلمت مع التكست حاجه اسمها كانفاس؟ هضغط عليها مرتين برضو. كانفاس دي بره خالص، كانفاس دي تحتوي على التكست تحت هنا او التكست تحت هنا كده. تمام. يبقى كانفاس دي تحتوي على التكست وهما الاثنين اساسا بره السين بتاعتي. طب انا عايزه ادخلهم جوه السين هعمل ايه؟ هنيجي عندنا هنحدد الكانفاس. تمام. وبعدين في الانسبكتور هنعمل شويه حاجات. اول حاجه في الريندر مود هنختار عندي هقول له سكرين سبيس كاميرا، خلي السكرين بتاعتك سبيس هو الكاميرا عندك. طب هيجي لي هنا كده يقول لي الرندر كاميرا، انت عايز انهي كاميرا؟ هاخد الكاميرا بتاعتي دي كده واسحبها احطها عندي في الرندر كاميرا. تمام. وبعدين هنيجي هنا عندنا كمان حاجه اسمها يو اي سكيل مود،
حط عليها وحدد سكيل ويز سكرين سايز ماشي تمام. وفي هنا كمان حاجة اسمها بلين ديستنس، بدل ما هي 100 اخليها ب6 عشان التكست عندي يظهر تمام. فاحنا عملنا الحاجات دي، وبعدين خلينا نحدد بقى المين كاميرا بتاعتنا. الدنيا صغرت اكتر يعني عشان ايه ماشي. وبعدين خلينا كنترول اس، هنيجي كده نضغط على التكست دي هلقاها تحت هنا كده تمام. هي طبعا مش ظاهرة يعني، هي تحت خالص، هي تحت في السين تحت عشان نظهرها عندنا. خلينا ماشي، خلينا نطلعها هنا كده فوق شوية هتظهر، هي هتطلع هتطلع قدام ال هتطلع هتبقى ورا الجراوند بس هتبقى قدام عندي السما بتاعتي ماشي. خلينا هنا نحدد المين كاميرا بتاعتنا، هي موجودة اهي، هعمل لها موف عندي كده هنا كده وليكن تمام. يبقى انا كده ضفت عندي التكست ماشي تمام. خلينا نرن نشوف هتتطفى ولا ايه النظام. ماشي هي موجودة عندي اهي تمام. انا مش عايزاها طبعا شكلها كده خالص، انا عايزة اشيل نيو تكست دي واحط سكور، والسكور عندي يبقى يزيد كل ما ياكل عندي كوية، او كل ما يحصل كوليجن عندي مع كوية. طيب اعمل ايه؟ اول حاجة خلينا نغير النيو تكست دي لتكست. هعمل سيلكت عندي على تكست، وبعدين هنزل هنا تحت شوية القى تكست عندي. هنا التكست اهو مكتوب نيو تكست، فانا اشيل ده كده واحط سكور مكانه تمام. شلنا وحطينا سكور. في كمان اقدر اغير حاجات كتير عندي، الفونت بتاعي، الفونت ستايل عندي، الفونت سايز، خلينا مثلا الفونت سايز 20 مثلا تمام، او 25 ماشي. وبعدين اقدر اغير عندي في اللون كمان تحت هنا كلر عندي، واقدر اغير حاجات كتير. خلينا نغير بس اللي هو التكست يبقى سكور، وخلينا نعمل نغير السايز بتاعي ماشي. عملنا ده كده تمام. الحاجه اعمل كنترول اس، انا برضو لسه كده انا غيرت بس يا دوب السكور عندي نيو تكست دي غيرتها لسكور، ما عملتش حاجه تانية. انا عاوزه لما يخبط في الكوين دي السكور بتاعي يبقى جنبه رقم والرقم ده يزيد. فانا هعمل ده ازاي؟ هعمله بالكود عندي تمام. طيب هعمل برضو بالكود ازاي؟ هنضيف عندي سكريبت، هنعمل كود بقى ونضيفه عندي للتكست. كليك يمين بعدين كرييت سي شارب سكريبت، وليكن مثلا نسميه كوين سكور مثلا تمام تمام. وبعدين هنا كده ناخده نسحبه ونحطه على التكست عندي، هو فاضي مفيش فيه اي حاجة. خلينا بقى نفتحه، دبل كليك فتح عندي هنا اهو تمام. ده البوي موف بتاعي، وهنا الكوين سكور ماشي. هنكتب ايه بقى في الكود؟ اول حاجة هستخدم عندي هقول له using unity engine عندي تمام dot UI. طيب انا عملت دي ليه؟ عشان اقدر اعمل عندي object من التكست بتاعتي اللي انا عامله تمام. طيب نيجي هنا كده نعمل بقى الاوبجكت بتاعنا. هنقول خلينا الاول قبل ما نعمل اوبجكت نضيف نعمل متغير عندي تمام، ونسميه سكور فاليو، ده يبقى المتغير اللي بيحط فيه الرقم عندي، كل ما ياكل كوين ازود الرقم ده تمام. هقول له public static انت عندي تمام. وبعدين اقول له نسميه مثلا سكور فاليو value، واول حاجه القيمه بتاعته بصفر ماشي، وسيمي كل حاجه. وبعدين خلينا نعمل اوبجكت عندنا من التكست، خلي بالي اول حرف من التكست كابيتال، خلينا اكتبها سمول وهو هيكملها لي لوحده اهو، اول حرف كابيتال تمام. نعمل اوبجكت من التكست ونسميه مثلا سكور تكست، وبعدين سيمي كل. هنيجي هنا عندي في الابديت هقول له السكور تكست اللي انت عملتها دي هتبقى جيت كومبوننت عندي من التكست تمام،
نفس بالظبط زي بالظبط بتاعت الريجيد بودي تو دي، ان هو هنا بقول له تكست اللي هناك عندي هات الحاجات اللي فيها حطها في السكور تكست دي، تمام، حط الخصائص اللي فيها يعني، ماشي. وبعدين هقول له السكور تكست دي دوت تكست السكور، مش احنا السكور تكست دي بقت عباره عن كل الحاجات اللي موجوده في التكست، اللي هي كل الحاجات اللي موجوده هنا كده، هنا كده، هنا كل الحاجات اللي موجوده هنا كده، تمام. انا بقدر اتحكم فيها في الكود عن طريق الاوبجكت اللي اسمه سكور تكست. انا بقول له سكور تكست دوت تكست، يعني خل الكلام تمام اللي عندي بتاع التكست ده، الكلام بتاع اللي هو ده كده يعني، هقدر اتحكم فيه ان انا اغيره مثلا، وليكن خلينا نقول يساوي، هنغيره من سكور بس هنخليه عندي يبقى سكور، خلينا اول حرف كابيتال عشان يبقى الفرق التاني شويه، سكور عندي تمام نقطتين فوق بعض، وبعدين بلس، سوري بلس تمام، واحط الايه سكور value. وبعدين سيمكول. يبقى انا كده عندي عملت ايه، اول حاجه عملت متغير اسمه سكور فاليو وحطيت قيمته بصفر خالص لان ده في البدايه خالص، تمام، وعملت اوبجكت عندي من سكور تكست. عملت كده ازاي؟ عن طريق ان انا اول حاجه استخدمت الاول اليونيتي انجن عندي دوت في اور، وبعدين هنا اخدنا الحاجات اللي موجوده في التكست حطيناها في الاوبجكت بتاعنا اللي عملناه، وقلنا له عدل التكست بتاعك ده خليه سكور عندي ويحط كمان السكور فاليو جنبه، ماشي. خلينا نقول كنترول اس، وبعدين نروح عندنا اللعبة، تمام. طيب هي سكور دلوقتي كلها سمول اهي، خلينا نرن كده، خلينا نعمل كنترول اس هنا ونرن، بقت سكور اول حاجه كابيتال اتغيرت، يعني الحاجه اللي انا كاتبها ايه عندي في الكود سكور وزيرو، تمام. هاجي اكل عندي الكوين لسه زيرو برضو، مفيش ما بتزيدش لان انا طبعا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته قلت له سكور خليها بزيرو، ما قلتلوش امر ان هو يزود 10 دي، يزود الزيرو دي بمقدار معين كل ما يخبط في الكوين، تمام، فعشان كده مش بيعمل حاجه. طيب نعمل كده ازاي برضو في الكود؟ طيب انا هعمل كده، يعني انا ازود السكور فاليو دي امتى؟ في حاله ان هو لما يحصل كوليجن مع اي كوين عندي. طيب انا اوصل عندي حته ان هو يحصل كوليجن عندي فين؟ في الكود بتاع البوي موف. هاجي هنا كده، مش ده كان الخاص بتاع بالكوليجن، ان انا كنت بقول له لو حصل كوليجن مع التارجت ده، تمام، اعمل ايه؟ اخفي الكوين ده كمان، اخفي الكوين اللي اتخبط فيه ده. طيب هيحصل ايه كمان؟ هقول له هنا كمان هتعمل ايه؟ عايز ازود السكور فاليو بتاعتي بمقدار معين، تمام. طب اوصل للسكور فاليو ازاي وهي اساسا في كلاس تانية؟ طب من الكلاس التانية دي اساسا المتغير ده بابليك، فانا هقول له اسم الكلاس بتاعتي وبعدين دوت اسم المتغير بتاعي واقدر اوصل له عندي عادي خالص. هنا يبقى هقول له عندي اسم الكلاس التاني كان اسمه ايه، كوين سكور، تمام، دوت عندي دوت سكور فاليو، هتظهر عندي اهو ده كده وصلت عندي للسكور فاليو، تمام. هقول له كل مرة هنزود وليكن مثلا زود بعشرة مثلا، تمام. يبقى كل لما يحصل كوليجن مع تاج اسمه القيمة بتاعته بتارجت، تمام، هتعمل حاجتين. اول حاجة هتخفي الحاجة اللي حصل معاها كوليجن دي وهتزود السكور فاليو بمقدار عشرة. هقول له كنترول اس وبعدين نروح عندنا ونشوف. هنيجي هنا كده ونرن، او ماشي نخلينا نرن، سكور هنا بزيرو، خلينا نخبط في الكوين الاولانيه بقت 10، الكوين الثانيه 20، الثالثه 30، الرابعه بقت 40، هنا هنط فوق كده 50، والاخيره 60 عاد، تمام، ونوقف الرن، ماشي. دي كانت اخر حاجه معانا في السكشن بتاع النهارده. يبقى احنا النهارده عرفنا ثلاث حاجات، اول حاجه ازاي اضيف انيميشن عندي، تمام، تاني حاجه ازاي اعمل كوليجن ما بين اتنين اوبجكت واخفي حق واحد منهم، تمام، تالت حاجه ازاي اضيف تكست عندي
في السين بتاعتي، وكمان اتعامل معاه بشكل اكتر في الكود، ان انا ازود اغير عندي الكلام بتاعي، ان انا كمان اضيف له حاجه ورقم معين، والرقم ده يتغير لما يحصل حاجه معينه. ماشي، خلينا نرن لاخر مره كده. تمام اهو، ماشي بس كده. يبقى ده سكشن النهارده، يا رب تكون كل حاجه واضحه ليكم. السلام عليكم.